خليني ارجع مع حضرتك كده لقبل اهل القمه، في 7 افلام قبل اهل القمه حضرتك بدات تفترمهم، الفكره نفسها جت ازاي مع حضرتك؟ والله الفكره بدات معايا لما شفت يعني روتانا بترمم الافلام اللي هي تمتلكها، اللي هي الافلام مجموعه من الافلام اللي هم يمتلكوها جميعا حي العالم، لان في افلام هم يمتلكوها داخلي وخارجي، وفي افلام هم يمتلكوها داخل بس. فروتانا ابتدت ترمم الافلام اللي هي تمتلكها شامل، فرمموا عدد كبير من الافلام، منها افلام مهمه وافلام مش مهمه. طب بالراحه بقى معانا كده فهمنا يعني ايه ترميم اصلا، ترميم فيلم يعني، خصوصا ان احنا مش متخصصين قوي فمش هنبقى مدركين، بس انا يعني قبل واحنا في الفاصل قلت لحضرتك شبه شريط الفيديو كده زمان، احنا كان ساعات يعمل وش كده ويعمل حاجات في الشاشه فاحنا نمسحه ونشغله تاني يشتغل، صح ولا ايه؟ فعلا الافلام طبعا مع الوقت يعني بيحصل لها انكماش، بيحصل مثلا الفيلم من كتر النقل حصل مشاكل في الشريط نفسه، فالفيلم بيبتدي يبقى فيه تجاريح، بيبتدي بيبقى فيه يعني بيتعرض ان هو بيبقى يتقطع مثلا، ممكن لو اتقطع في افلام طبعا بتتقطع، في افلام. فالترميم دلوقتي هم يعني وصلوا للتكنولوجيات اعلى طبعاً في الاساليب اللي بيتم استخدامها، هم وصلوا للسكانر اللي هو بيعمل صوت لوحده والصوره لوحدها، وبعد كده بيتركبوا، وبعد كده بيبتدوا ان هم يشتغلوا على الفيلم، يبتدوا يصححوا الالوان، بيبتدوا الحاجات المشاكل اللي في الفيلم بتبتدي تتعالج بالبرامج. فدلوقتي بيرمموا الافلام. طب وعلى يعني بيتقاس ازاي ان الفيلم ده محتاج انه يتعمل له ترميم من عدم؟ ما هو طبعا الفيلم بعد ما بيتنقل بيظهر بقى قدامك يعني، يعني الماتيريال بيظهر، المتخصصين بيشوفوه الاول لقيوا ان هو سليم خلاص في اي مشكله بيبداوا يتعاملوا معاه. لو الفيلم سليم بيبتدي ان هو يتصحح، يعني بيصححوا بس الالوان بتاعته، لكن الفيلم معظم الافلام لا بتبقى محتاجه ترميم، لان العامل الزمني بيبقى طبعا. الفيلم بيبقى احنا بنتكلم في فيلم بقاله بتاع 40 سنه هو طيب. مع الاسف الفيلم بتاع اهل القمه كان الفيلم يعني مع الاسف متخزن غلط، فاول 3 فصول يعني ابتدوا يتحللوا، يعني الفيلم اساسا ابتدى يتحلل يعني الشريط مش موجود خالص، ابتدت ال ديبت يعني في حاجات في الشريط ابتدت تدوب، وابتدت ان هي في اجزاء ممكن صعب ترميمها يعني باي وسيله، ما بيكونش خلاص ما عندتش تنفع انها تتصلح، ولا ما بيحصلش ده؟ والله يعني في افلام ما بينفعش ان هي تتصلح خالص، لان في طب افلام طب لو في فيلم في مشهد الصوت او الصوت بيتحلل ساعات، برضو الصوره بتتحلل خلاص، ده خلاص انتهى يعني الفيلم انتهى، ما بينفعش في اي حاجه، لان الخام نفسه بينكمش وبيبتدي ان هو يعني الرطوبه بتتملك منه، فبيبتدي ان هو الفيلم خلاص كده يعني ما بتعرفيش ان انت تمسكيه، بيتفتفت منك يعني الشريط نفسه بيتفتفت منك، وده طبعا لو ملهوش نسخه تانية خلاص بيبقى يعني خلاص يعني مش موجود بقى. ساعات بقى لما بنلاقي حاجه زي كده بنلجا لنسخه 35، احنا طول الوقت بنشتغل ايه نسخه 35؟ بنشتغل على النيجاتيف بتاع الفيلم. النيجاتيف بتاع الفيلم ده اللي هو بيتحط منه في السينما ده اللي لا مش اللي بيتحط في السينما ده اللي هو الماده الخام بتاع الفيلم اللي هو بيتصور منه الفيلم اللي ما بيبقاش حاصل له مونتاج ولا اي حاجه، صح كده؟ لا بعد كده الفيلم اول ما بيتعمل بيبقى خام فبيصور الفيلم خام، بعد كده بيبتدي يعمل المونتاج، بيبتدي بعد المونتاج بيحط الفيلم في علب بيمنتج بقى الفيلم، فالفيلم بيبقى ايه متمنتج محطوط في العلب. طب والنيجاتيف ده ما بيحصلوش حاجه، ما فيش عوامل بتاثر عليه برضه؟ لا انت بقى بتاخديه تخزنيه، وقت ما بتبقي عايزه تنقلي منه نسخ 35 للسينمات بتطلعي النيجاتيف تنقلي منه. طب يعني وده مع الافلام القديمه زي اهل القمه مثلا، فيلم بقاله حاجه و40 سنه تقريبا يعني مع السنين دي كلها النيجاتيف بيحتفظ بنفس يعني رونقه وما بيجرالوش اي حاجه، ما بيتحللش، ما بيجرالوش برضه نفس المشاكل؟ بيبقى حسب التخزين.
يعني في افلام بتبقى متخزنه صح، في افلام بتبقى متخزنه غلط. والتخزين الصح بيكون ازاي بقى؟ يعني بتبقى في التلاجات محطوط بشكل سليم، محفوظ بشكل سليم، محطوط في علب محافظه عليه. لكن في افلام بتبقى العلب صدت، بتبتدي تتاكل الماده الفيلميه اللي في الفيلم.